والوجد ينزف من فؤاد مكمدي أبني عز علي ذبحك ضامئا نفسي فداؤك من ربيع أغيدي وإلى المخيم عاد يحمل قاسما يبكي ويندب راح قاسم من يدي فأتته رملة بالدموع وبالأسى تبكي لبدر بالصعيد مبددي بأي ندبة يا رملة لسان حال الأمهات لما تفقد الأولاد شو تقول فلا أبكي أنك يا ما حييت بلوعة وعلى فراقك يا سليل محمدي والله يا عمه لا تخلوني على هواي لا روح للمعفرين بجانب الماي ومن دم نحرى لخض بشمالي ويمناي واصرخ يا عم الخيل حاطت بالصياوي زينب يا عماش هالعرس لك شرع علينا هات قلبي بتشور والباس الزينة وشايل الراية على الشريعة معفرينا كيف نتحنى وبالفضل مقطوع ليد قولوا يا عم الكافلين هض بهمة يستنهض أولاد أخوته وأولاد عمه يزفون جاسم بالهنا وينكشف همه ما يصير شاب مدلل تزف نساوي اسمح لي على هالبيت المؤلم ها من عادة العري استمشي خلف هولاد وتزفه بزينة على جاري المعتاد وانا يا عم معرسي من دون العباد مكسور قلبه وينظر عمام مطاعي الله دخلوني ليشق الجيب وانو العريس ذوبني وخلى القلب مجروح وين الهنا وعمي يعالج طلعه وحسين مكسور الظهر ما عنده معي لكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم عنوان بحثنا حول مقومات الشخصية المؤمنة الآية القرآنية وكمقدمة تتحدث عن الشخصية الإنسانية قل كل يعمل على شاكلته الشاكلة هي الشخصية والشخصية هي التي تحدد ملامح كل إنسان طريقة تعامله بل ودربه طريقه في الدنيا إلى الآخرة العلماء لما يجون يتكلمون عن موضوع الشخصية الإنسانية يقولون كل إنسان لابد أن يمر عبر ثلاث شخصيات شواكل الشخصية الأولى التي لابد أن يمر عبرها الإنسان هي الشخصية العلمية كل واحد فينا مر عليها ايش معنات الشخصية العلمية؟ يقول لك الإنسان قبل أن يأتي إلى عالم الدنيا كان في عالم الأرواح روح في عالم الأرواح عالم الملكوت عالم الدار وفي ذلك العالم الأرواح كانت عندها خاصية العلم والاكتشاف ايش معنات العلم والشخصية العلمية وعالم الأرواح؟ يعني أن الله تبارك وتعالى أطلع الأرواح في ذلك العالم على أنواره الملكوتية وعلمه فتنورت بعلمه وأذعنت له بالربوبية والعظمة وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى الآن هذه الشهادة هل هي شهادة لفظية؟ لا مو شهادة لفظية هي علم شهودي شهدت على نفسها لله بالعظمة والعلم هذه الشخصية الأولى بعد ذلك ينتقل الإنسان من شخصية علمية إلى شخصية مادية ومن الاسم واضح أنها مرتبطة بعالم المادة عالم الدنيا الله تبارك وتعالى إذا أراد لهذه الروح أن تودع في الجسد الدنيوي الجسد المادي هذا الجسد يتكون أجلكم الله من هالنطفة القذرة الحيوان المجهري خلقا بعد خلق في مرحلة من المراحل تودع فيه الروح فيتحرك الجسد الدنيوي الجسد المادي في هذه الشخصية أو في هذه المرحلة الله تبارك وتعالى يعطي هذا الجسد هذه الشخصية خاصيتين جديدتين كان عندها العلم الآن أودع فيها العقل والعواطف صارت عندها خاصيتين ليش يعني الإنسان أو الروح في عالم الماء في عالم الأرواح في عالم الدر ما تحتاج إلى العقل يعني قال لك لا ما تحتاج تحتاج في عالم الدنيا هناك في حكومة الله تبارك وتعالى ما كل خير ما كل صلاح ما كل نور أما الإنسان عندما يأتي إلى عالم البلاء لا يحتاج إلى عقل إلى ميزان يزن به الأمور يعرف الحق من الباطل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها في هذه المرحلة يصبح عند الإنسان عقل ويصبح عنده بعد عواطف هذه العواطف من كيف تتشكل يقول لك من احتكاك الإنسان بعالم المادة وشوف من محيط صغير من المنزل إلى محيط متسع مجتمع أوسع من ذلك يدخل في معترك الحياة يبدأ بمحيط صغير يحتك بأمه بأبي بإخوته فيكتسب الصفات ويكتسب العواطف قال لك احتاج للعطش قام يبكي عطشان جائع صارت عنده هاي الحواس هاي العواطف كلها
بعد ذلك لا يطلع من المنزل تشوفه مع أصحابه، لا، تتسع دائرة العواطف فيتفاعل مع مجتمعه، والإنسان من غير عواطف ماكو فائدة منه، هذا ما يتعاشر. أنت مو شايف بعض اللحظات تكلم إنسان وهو مو طايق يكلمك، يعني ما يعني ما له مزاج، كل شوية يغاور عنك بوجهه، يقول هذا ما عنده إحساس، ما عنده عواطف، هذا ليش، هذا مو إنسان، ما حد يقدر يكلمه. الإنسان لابد أن يتفاعل مع بني جنسه حتى يستطيع أن يعيش بينهم، وإلا ترى هذا ما يقدر يعيش. حتى علماء الاجتماع يقول لك الإنسان اجتماعي بطبعه، يعني يتفاعل مع بني مجتمعه. ثلاثة قال لك بعد الشخصية العلمية والمادية، الإنسان يمر عبر الشخصية الوراثية. إيش معنى الشخصية الوراثية؟ الله تبارك وتعالى من عظمته، شوف عظمة الله تبارك وتعالى شلون تتجلى. الإنسان إجا من هذه النطفة القذرة أجلكم الله من هالحيوان المجهري، لكن هذه النطفة فيها خارطة العائلة كلها، خارطة عوائلنا في هذه النطفة. ها؟ الله حتى يحفظ النسل، ها، يحفظ النسل على وجه المعمورة بهذه الطريقة. ولذلك أنت تشوف إنسان في الطريق تقول هذا عليه شمائل عائلة فلان، تعال أنت من؟ قال هذا أبوي، هذا عمي، هذا جدي، نفس العائلة، ومو بس خواص جسدية بل حتى خواص نفسية. قال لك هذا كريم، طالع على أبي، طالع على عمه، طالع على جده، وهي العائلة معروفة. وإلى اليوم أكو عوائل معروفة بالكرم، وأكو عوائل لا معروفة باللؤم، ها موجود هاي بالوراثة. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، تمشي الوراثة تمشي في دمائهم ذلك كل. فهذه ثلاث شخصيات يمر عبرها الإنسان. احنا نبغي نوصل إلى وين؟ أكو شخصية مؤمنة قطعا، وأكو واحد كافر، وأكو واحد منافق. الآن الإنسان المؤمن حتى يحافظ على إيمانه، يقوي إيمانه، هل هناك مقومات لابد أن يتعرف عليها الإنسان حتى يقوي إيمانه؟ قال لك بلى، الإنسان المؤمن شخصيته لها مقومات. شنو مقومات الشخصية المؤمنة؟ قال لك أولاً الثبات، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. شنو القول الثابت؟ قال لك هو الإيمان الرصين الراسخ الذي لا يتزلزل. مؤمن هذا الإنسان مهما كانت الظروف صعبة، وقت المحن، وقت الرخاء، وقت الشدة، مؤمن ما يتغير إيمانه أبدا. هذا هو الثبات، هذا رأي أول. الرأي الثاني لما نسأل عن الثبات، نروح ضمن الروايات، الإمام الصادق صلوات الله عليه يسألون سيدنا يا ابن رسول الله ما القول الثابت الذي يحتاجه الإنسان في الدنيا والآخرة؟ الله يقول بالقرآن الكريم، قال القول الثابت الذي يحتاجه الإنسان في الدنيا والآخرة هو ولاية علي أخو النبي محمد. اللهم صل على محمد. هذا الثبات. اثنين، المقوم الثاني قال لك الحكمة، المؤمن حكيم، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. شنو هي الحكمة؟ قال لك المؤمن عند ميزان في كل شيء، يعرف متى يصمت ما يتكلم، يعرف متى يستمع، وكل شوية نطب الحديث من نص، لا لا لا، المؤمن يعرف هذه عنده ميزان، متى يتكلم إذا كان فائدة للكلام، متى يصمت ويستمع فائدة للاستماع، حتى في أعمال ما يقدم على عمل إلا ويدرس هذا العمل على مستوى حتى الدنيا، على مستوى المشاريع الدنيوية. أنا بفتح إلي مشروع ومو مسوي إلي لا دراسات ولا جدوى ولا كل شيء، وبعد ذلك إذا خسرت لا تقول الله ما وفقني، لا، أنت ما تعرف شو نسوي فيك بعد. أنت فتحت مشروع في قرية مساكين ميزانيتهم قوتهم الشرائية 5 دنانير 3 4، وأنت فاتح لك مشروع كل قطعة 20 فما فوق، ما حد بينجح. من تمر عليك واحدة بتغاور بتشيح بوجهها عنك، ما يصير. قال لك أنا فتحت والله ما وفقني، لا، أنت لما عرفت الأسباب والمسببة، هذا خطأ منك. المؤمن حكيم. ثلاثة قال لك المؤمن عنده خاصية انشراح الصدر. أرجعكم إلى الشخصية العلمية،
في عالم الدر في عالم الأرواح. قلنا الله تبارك وتعالى أعطاها من نوره، يعني أكو نور في قلب كل إنسان من الله تبارك وتعالى، أكو نور، والإنسان بيده أن هذا النور يصير ظلمة، أو أن هذا النور بدل ما يكون نور صغير لا يضيء قلبه بالكامل، يضيء حياته بالكامل. ولذلك الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: شيعتنا ينظرون بنور الله، أكو نور من الله تبارك وتعالى في قلوبهم. وإلا أنت الآن اطلق الدنيا بما فيها، أسألك سؤال، خال العائلة، خال الأولاد، خال المشاغل، وين رايح؟ قال لك رايح إلى مأتم الإمام الحسين، كل شوية رايح إلى مأتم، خصوصا في المواسم تعطل الحياة كلها من أجل أهل البيت، صح لو لا؟ أحد جابرنك على ذلك؟ أحد عاطنك على ذلك شيء بالدنيا؟ وأتكلم عن أمور مادية، لا قطعا لا. أنت وين تأمل؟ تأمل الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى، صح لو لا؟ أليس هذا من نور الله؟ تجيب لك واحد معادي، واحد ناس يقول له تعال اقعد ويانا، يقول لك روح انا ما اقعد بهالاماكن، هذه اماكن شرك، اماكن ضلال، اماكن ما ادري شنو. شيعتنا ينظرون بنور الله، هذا على مستوى الاعمال، حتى على مستوى ترى الانسان مهما يكون، حتى على مستوى الذنوب، حتى على مستوى الذنوب. وما ابريء نفسي ان النفس الاماره بالسوء، النفس أمارة بالسوء، قد يذنب الإنسان، انتهى الموضوع، انقطعت العلاقة مع الله تبارك وتعالى. لا، ما انقطعت العلاقة مع الله تبارك وتعالى، بابه مفتوح للتائبين، ينظرون بنور الله. المؤمن عند خاصية انشراح الصدر أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى ويستغفر إلى يستغفر من ذنوبه، الباب مفتوح. أربعة، نصل إلى الميزان عاد. عند قال لك ثبات، ثبت المؤمن عند حكمة، صار في قلب حكمة، عند انشراح صدر. بس هذا كل ترى ما ينفع الإنسان دون خاصية التقوى. التقوى هي أهم خاصية، التقوى هي مخافة الله تبارك وتعالى، خشية الله تبارك وتعالى، أي أن هذا المؤمن ما يتكلم كلمة إلا وحاسب، ترى يقول هذه مسجلة بكتابي، أكو ملائكة يسجلوها علي. أمير المؤمنين صلوات الله عليه مر على واحد يحكي ويا جماعة، قاعد يستمع أمير المؤمنين، وإذا هذا قاعد يلف ويدور وقاعد يرمي كلام ما أنزل الله به من سلطان. إجال أمير المؤمنين عليه السلام، قال له: يا هذا، إنك تملي على كاتبيك ما سيعرض على ربك. تشايف الإنسان فينا إذا يبغي أمر دنيوي أمر في الدنيا، عندي حاجة عند المسؤول الفلاني، شو سوي؟ أكتب إلي رسالة شحلاتها، مقدمتها رزينة، أسلوبها لطيف، وأنت فلان وأنت علان وأنت ماكو أحد مثلك بالدنيا، ها حتى إذا قراها شوية يعني يمكن أحصل إلي شيء. أنت راح تخاطب الله تبارك وتعالى، أنت قاعد تكاتب الله تبارك وتعالى، هذا اللي قاعدين يكتبون على يمينك وعلى شمالك بيعرضون على من؟ على الله تبارك وتعالى. يقول له: إنك لتمني على كاتبيك ما سيعرض على ربك فانظر ماذا تقول. هذا أمير المؤمنين، هذا أمير المؤمنين، خاصية التقوى. الإنسان ينظر إلى الله في كل خطواته، والإنسان الذي يتمثل أمامه المولى في كل شيء، هذا ما يقدم على شيء، يخاف، عنده خاصية التقوى، عنده خاصية التقوى. فإذا تجاوز مرحلة التقوى يصل إلى أعلى المراتب. شنو أعلى المراتب؟ قال لك يصل إلى مرحلة اليقين. مرحلة اليقين، شنو اليقين؟ ها أمير المؤمنين: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. اليقين أن الإنسان متيقن، مؤمن، عند ثقة بالله تبارك وتعالى أن هذا هو طريق الحق مهما يكون. الناس كلها في جانب، أنا ما علي من الناس، أنا عندي يقين بالله تبارك وتعالى، أنا صليت، أنا صمت، أنا اتقيت، أنا حافظت على كل الواجبات. فالله تبارك وتعالى يودع هذا النور في قلب المؤمن على يقين، على ثقة بالله تبارك وتعالى، وهذه أعلى المراتب.
وإذا بنفتش عن إنسان وصل إلى هذه المراحل بل وتجاوزها، ها؟ ندور يمين شمال، ندور في طيات التأريخ، ترى يودينا مباشرة إلى واحد عندها الصفات وصفة اليقين والثبات وكل شيء، أبو الفضل العباس في كربلاء صلوات الله عليه. هذه صفاته، ها؟ لعنة الله على عمر بن سعد، بعث الشمر إلى العباس صلوات الله عليه، بعث في إحدى الليالي وإذا به ينادي أين بنو عمومتنا، نكس العباس رأسه، شوف اليقين والثبات اللي عند أبو فاضل، نكس العباس رأسه، قال له الحسين أجب الرجل وإن كان فاسقا. قام العباس ويا أخوته وطلع، ما تريد يا شمر؟ قال هذا أمان لك ولإخوتك من الأمير، خلوا الحسين وروحوا، احنا ما راح نلمس أحد فيكم، تروح سالم ما حد يجودك أبو فاضل. تغيرت ألوان، أحمرت عيناه، قال أتأمنني على نفسي وابن رسول الله؟ لا أمان له. شوف الثبات، شوف اليقين، ما قال أخوي أنا دافع عن أخوي، لا أدافع عن ابن رسول الله، أدافع عن المعصوم. لعنك الله يا شمر ولعن أمانك، روح قبل ما أستل سيفي من غمده. هذا ثبات العباس بن أمير المؤمنين. الله أكبر، العباس سوى بأبو علي لما أن وقع على بوغاء كربلاء، لما أن وقع على بوغاء كربلاء. احنا في هالليلة نأبن، ها؟ نأبن فقيدكم، ليش رايحين إلى أبو فاضل تحديدا؟ ليش طارقين أبواب باب الحوائج تحديدا أبو الفضل العباس؟ أنا هذه الليلة أخاطب مباشرة، خليكم كلكم، أستسمحكم عذرا هذه الليلة، وأخاطب مباشرة عضيد وشقيق الفقيد اللي فقد أخوه، ها؟ لأن الإمام الحسين لما أن جاء على مصرع أبي الفضل العباس إيش قال؟ حافظ أنت، الآن انكسر ظهري، الآن فلت شوكتي. ليش الحسين يقول الآن انكسر ظهري؟ لأن ما عنده أخو يستند عليه، راح أخوه آخر إخوة العباس راح بكربلة، ما عنده واحد يستند عليه بعد. وهذا بعدها اللي فقد أخو، اللي يفقد آخر أخو، أخو ما عنده غيره، ما عنده سند، ما عنده عمد، ها يستند عليه، على الأقل لو عنده أخو ثاني ضماه إلى صدره وكل واحد سل الثاني، أنا أخوك موجود. ولذلك الإمام الحسين صلوات الله عليه، وفي رواية حميد ابن مسلم يقول شفنا الإمام الحسين على هيئة المدهوش، أقبل ساعة يعذر وساعة يقوم الإمام الحسين وهو ينادي وعباسا وأخا، يطالع يمين يطالع شمال، شاف لمة منها من بني أمية لعنة الله عليهم قد احتوشوا جسدا ضربا بالسيوف طعنا بالرماح، فصاح الحسين من صميم فؤاده وأخا، فرقهم الإمام الحسين عن جسد أبي الفضل العباس. إيش سوى؟ تسامع الرواية، قام الإمام الحسين يدور كالحلقة على العباس، ليش أبو علي؟ هذا أخوك أمر روحك عليه وادعه. قال ماكو شلو صحيح من جسد العباس حتى أضم منه، والإمام الحسين يبغي يضم العباس بس أشلاء مقطعة على البوغاء، من أي جهة يدور إلى الإمام الحسين جهة صحيحة حتى يضم العباس؟ ما حصل. أبو علي جلس عند رأس العباس، أخذ رأسه بحجرة يمسح دماءه عن عينيه. العباس فتح عيونه وإذا الإمام الحسين بعظمته، أخذ رأسه مرقه على تراب كربلاء ثلاث مرار، تقول الرواية، ياخذ راسه ويرميه أبو فاضل، ناداه الحسين عباس ما تحب أخلي راسك بحضني؟ مو أنا الحسين. قال له بلى أبا عبد الله، بلى أبا عبد الله،
أنت الآن تضع رأسي في حجرك، بعد ساعة لما أن تتوسد تراب كربلاء، من الذي يضع رأسك في حجرك؟ أخاف توصل القضية إلى المدينة إلى أمي أم البنين اللي موصتني عليك وتعاتبني أبو علي، وأنا أبغي أبيض وجه أم البنين عد أمك الزهرة، خلني أضمك أبو فاضل. قال لي أبو علي قبل ما تجيني ترى إجاني من ضمني إلى صدران، إجاني من ضمك، من الذي أتاك أبو فاضل؟ ويسأل الإمام الحسين ويشوف أحوال العباس بهالصورة المؤلمة، يقل على العليم خليت ذرعاني، هذا أبو فاضل باب الحوائج، يقل على العلم خليت ذرعاني وضمت لصدري والعمد جاني، وتاليها طحت عن صهوة حصاني وشفت أمك وشافتني يا نور العين. إجت إليك الزهرة، تعرف أمي يا عباس؟ قال بلى عندي علامات، إجت لي وشالتني عن الغبرة وضمتني لحضنها وصاحت الزهرة، هذا حسين جالك من حني ظهرة، هذا حسين جالك من حني ظهرة، وشفت العين ملطومة يا نور العين. هذه علامة أمك أبو علي، أراد أن يحتمله. قال لعباس أنا ما طلعت من الخيمة إلا وزينب يدها في يدي، أوصتني تريد تجي وياي أو أجيبك إلى الخيمة، خليني أشيلك أخوي أبو فاضل. قال لي لا أبو علي دعني، فقد حان المنون، أستحي يا أبو علي، أنظر إلى وجه سكينة وأنظر إلى وجه زينب، فقد وعدتهم بالماء وأرجع إلى الخيام بلا الماء، ما لعين أبو علي، خلني على المشرع. إيه شوف الإباء، شوف الإيثار، شوف اليقين إلى أي درجة وصل عند العباس صلوات الله عليه. قل لا يا خوي أبو الفضل في ولج فوق، قل لا يا خوي تقطعت ما بين الصفوف ودمي على عيوني جمد يا حسين ما شوف، نشف دمومي يا بقية آل هاشم. قل لي لكن يا خويا وين بتارك طرحته؟ قل لي يا خويا انقطعت جفوفي وتركته، لا سلم جفي كان هالبرق نشرته، رديت للخيمة وجود الماء سالم. أيوة عباس، أيوة سيدة. بعد أبو علي رحمة الله على ملا عطية يفصل إلى أنك أن موجود في كربلاء، عز مشيلة للمخي يمقال مارو، خلني على الشاطئ أعالج طلعة مقدار روح الخيام، وانظر زينب تنو وانظر دمع سكنة على الخدين ساج. أجركم الله زينب على باب الخيمة،
شوية وإلا الحسين قد أقبل يتكئ على قائم السيف. أبا عبد الله أين أخيك العباس؟ وين أخونا؟ وين كافلنا؟ ما جاوبها الإمام الحسين، مضى مباشرة إلى خيمة العباس. دخل الخيمة أزال العمى، سقطت الخيمة فنادت زينب وقد شبكت على رأسها وأخاها وعباسا. بس وصل شيخ العشيرة حاطا عليه الحرى، زينب تقل يا خويا وين شيال العلا؟ قال من لا يا حزينة ابو الفضل باع السهى واستحب نام الشريعة وجيت يا زينب وحي. قالت توصف لي أحوالك، قال مخ على الكتب والسهم ناشب بعينه يا حزينة ولا يشوف. بعد شعر راسه مخضب بدمه ومقطوع الجف، والله يا اخت انكسر ظهري يوم شفت على الصعيد. التمت النساء على الحسين، هذه تبكي هذه تقع على قدم الحسين. صارت الزلزلة بالمخيم، أما زينب فنادت الإمام الحسين، نادت أدن هضبها النسوان روح الجثة وناخد ويانا نعيش حتى نشيل جنازة. كافني يا أبو علي ودي أعاين قرته. قال ما ينشال يا زينب مقطع بالحدي. لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، والله يقضي ما يشاء ويحكم. يا الله يا الله.